مقابلة ديال الأمس ديال فريق الرجاء البيضاوي ضد الضفة التحضيراتي بملعب مولاي الحسن، واللي انتهت بفوز فريق الرجاء البيضاوي بهدف لصفر، هدف حمل توقيع اللاعب حداد. وبذلك فريق الرجاء البيضاوي يستمر في مطاردة المتزعم بغرض يعني فتح صفحة جديدة من صفحات الصراع حول اللقب الذي استمر بين الفريقين. مع الأسف هناك فريقان يتصارعان على اللقب في غياب مجموعة من الفرق التي تكتفي بدور الكومباس وتكتفي بدور الخادم الأمين لمصالح فرق بعينها، ولا تصارع على اللقب ولا وتبيع أجود لاعبيها لمجرد وتشارك لمجرد المشاركة في البطولة الوطنية. فأنا أتصور وأطرح سؤالا: كيف كان سيكون حال فريق البطولة الوطنية المغربية التي يتشدق بها الكثيرون ويعتبرونها من أحسن البطولات أو ربما أحسن بطولة في إفريقيا؟ فأنا أتساءل كيف كان سيكون مصير هذه البطولة لو غاب فريق الرجاء البيضاوي، أو لو قرر مسؤولوه أو كذلك جماهيره أن يلعبوا أدوارا ثانوية لبناء فريق جديد والاكتفاء باحتلال وسط الترتيب. كيف كان سيكون حال هذه البطولة؟ ربما كان سيعرف بطلها منذ الدورات الأولى، أو ربما منذ مرحلة نهاية، أو على الأقصى منذ نهاية مرحلة الذهاب. مقابلة الأمس كانت مقابلة صعبة جدا. تنعرفوا بأنه فريق الفتح الرباطي، أول حاجة اللي ما كيهتموش بها الناس بزاف، ما كيديوهاش فيها، هو أن فريق الرجاء هو فريق الفتح الرباطي مشكل في غالبيته من اللاعبين مكونين في مركز التكوين التابع أو المسمى مركز محمد السادس. كنعرفوا بأنه هذا المركز هذا فيه ناس مكونين على أعلى مستوى، فيه خبرات كبيرة اللي تما كتكلف التكوين، فاللاعبين اللي كيتخرجوا من تما كيكونوا يعني في واحد المستوى ديال الفينيسيون كما تيقولوا، واحد المستوى ديال التكامل في التكوين، مستوى أدائي، مستوى تكتيكي، مستوى عالي، لأنهم مكونين على أعلى مستوى. ففريق الفتح الرباطي هو من الفرق، ربما هو الفريق الأول الوحيد اللي كيستافد بالدرجة الأولى من المتخرجين، اللاعبين المتخرجين من ذاك المعهد ديال محمد السادس. وبالتالي كتلقى لاعب جون ولكن راه في الأداء ديالو مستوى عالي، راه كيبان لك خاطر، كيبان لك غارق ذكاء، غارق تحرميات ديال الكرة، كيعرف كيش. شوفوا غير المباريك كيفاش كيلعب، شوفوا ذاك الولد اللي هو كوشي كيلعب عنده في الامام جناح ايسر كيفاش كيلعب، شوفوا ذاك الولد اللي دخل البارح في الميليو تاعنا اللي سميتو طويل وشهيب واحد شويه، يعني واحد الطريقه باش كيلعبوا، طريقه لعبه ماشي ديال لاعبين عاديين، لاعبين اللي هما مجربين في الكوره ولعبوا سنين في القسم الاول. هنا تبان لك يعني القوه ديال التكوين ومستوى التكوين اللي كاين بالنسبه لفريق الفتح الرباطي، وهذا الشيء اللي ما كيهتموش به الناس مزيان. سي فغي انه الفريق عنده واحد ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين المخضرمين اللي هما لعبوا في فرق اخرى وعندهم تجربه، وهذا الشيء راه اي فرقه لابد منه، لابد خصها لاعبين مخضرمين، ولكن راه الفريق في الاغلب ديالو لاعبين اللي مكونين على اعلى مستوى، وهذا الشيء اللي كيخلي هذا الفريق صعب الميراث وماشي سهل تنتصب عليه. هذا من جهه. من جهه ثانيه انه ما نساوش بان فريق الفتح الرباطي منذ قدوم المدرب السلامي هو في يعني في ديناميك دو فيكتوار، هناك سلسله من النتائج الايجابيه والانتصارات راكمها الفريق الى حدود ربما مقابله بركان، حيث انهزم امام بركان. هذا هو يعني عاد وقفات شويه ديك العجله ديال السلامي، ولكن الفريق راه كيبقى فريق قوي لا يستهان به. والدليل انهم البارح بعشرات اللاعبين استطاعوا انهم يوقفوا الرجاء واحد لقيته، واستطاعوا يمارسوا على ضغط متوالي، وهذا الشيء كيبين لك القيمه الفنيه ديال هاد اللاعبين هادو. مقابله الامس بالنسبه لجانب الرجاء البيضاوي فكان اداء محتشم، اداء يعني لا يصد احدا، وقد اثار غضب الرجاويين وانا منهم. يعني صراحة مزيان انه كان هناك ضعف في الاداء سميتو. بطبيعه الحال كنعرفوا بانه من اللاعبين المؤثرين في الرجاء اللاعب متولي يعني الماتش ديال البارح
زاد اكد بانه فعلا ان متولي يستحسن انه يمشي كبير، حسن ما يبقى يسمع السبان وحسن ما يبقى يسمع الهضره، لانه شوف واخا كيدير داك المجهود كيضرب جوج كويرات ثلاثه في الماتش باسات وكذا، ولكن متولي راه كياثر في الفريق، هذاك داك لو ديشي دون لو جو ديالو كياثر على المجموعه، لانه ملي كيولي لاعب مجرب بحال هذاك كيرتكب دوك الاخطاء الصبيانيه، اخطاء صغيره، اخطاء فادحه في التمرين. وغادي نجيب لكم لقطات اللي غتبين لكم بان السيد يعني في نهايته، فاذا كنتي انت كدير بحال دوك الاخطاء راه معناه هذا راه ما كتخليش فرصه لدوك لي جون مساكن انهم يخطئوا، راه غادي يزيدوا يخطئوا اكثر وغادي يفقدوا الثقه في نفسهم اكثر. فانا بالنسبه ليا سميتو زاد كملها بديك ضربه الجزاء وديك الطريقه ديك تلعوانيت باش ضربها، انا زعما كنتمنى ان الطوسي يعني كنعرفوا الطوسي عنده شخصيه صلبه، ولا فايت عنده ماضي مع بوزوق ملي كان في الماس وتنعرفوها، وعنده ماضي نيت مع اللاقي ملي كان مع الرجا، وهذه يعني ماشي السيد ماشي ساهل، السيد عنده شخصيه صلبه وما كيهضرش وما كيبغيش التحدي. فكنتمنى ان 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 ان, إن الطوسي يتخذ الاجراءات اللازمه مع متولي، ياخذ معاه الاجراءات، لان متولي ولا كيضر الفرقه، داك الاداء ديالو ولا كيضر الفرقه. وزاد كملها كما قلت البارح هذاك البيناتي يضرب، هذاك كيعطي رساله للاعبين ديال الرجاء الشباب انهم تيقول لهم غير تملقنوا الدنيا هانيه مع راسكم، تملقنوا بشويه عليكم، ديروا بيشنات وتزوقوا عوجوا، حشمت نقول اشنو كتعوجوا، ديروا اللي بغيتوا راه ما كاين حتى مشكل. غنمشي دابا اللقطات وغادي نجيو لكل حاجه غنجيو لها في وقتها، نمشيو للقطات اللي عندنا في المقابله اللي كانت.